بموجز الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان توقيع بلاده على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء. ونقلت مصادر صحفية إيرانية عن محرابيان قوله إن إيران تعد أكبر مصدر للكهرباء بين دول غرب آسيا إلى العراق. ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود بسبب الفساد، في حين تستغل إيران نفوذها السياسي لزيادة مكاسبها الاقتصادية، وهو ما جعل العراق يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميجا واط من الكهرباء، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية. سجل الجنيه المصري أدنى مستوياته في 5 أعوام ونصف، وذلك بعد هبوطه بنحو 0.05% خلال تعاملات اليوم. فأظهرت بيانات مؤسسة ريفينيتيف المزود العالمي لبيانات السوق المالية والبنية التحتية أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18 جنيها و91 قرشا مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله في تعاملات أمس. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنسبة 17% على أساس سنوي، ليبلغ 157 مليارا و800 مليون دولار في نهاية آذار الماضي، مقارنة بنحو 134 مليارا و800 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. شهد الدين الخارجي المصري تصاعدا واضحا بعد وصول الرئيس المصري الحالي إلى الحكم عام 2014. وقعت فرنسا والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة. وبحسب قناة فرانس 24، فإن الهدف من الشراكة هو تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة في فرنسا أو الإمارات أو في أي مكان آخر في العالم في مجالات الهيدروجين أو الطاقات المتجددة أو حتى الطاقة النووية. وجاءت الاتفاقية في الوقت الذي تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي، بما فيها توسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، على خلفية الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف. تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد أن قفزت بأكثر من 5 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أيلول إلى 105.83 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم آب إلى 102.17 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، حيث أدت العقوبات الغربية على إمدادات الخام والوقود الروسية إلى تعطيل التدفقات التجارية إلى شركات التكرير والمستخدمين النهائيين. أعلن البيت الأبيض أن كبار منتجي النفط في تحالف أوبك بلس اتفقوا على زيادة إنتاج النفط الخام بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط. وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أن بلاده ستزيد مستوى طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 13 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها أي قدرة إضافية للرفع بعد ذلك. وتتوق الولايات المتحدة إلى رؤية السعودية وشركائها في أوبك يضخون المزيد من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف التضخم الأمريكي الأعلى منذ 4 عقود. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.